تحت لي واحد الفرصه مهمه جدا باش نتواصل مع الطلبه ومع الاباء والامهات من خلال هذه القبه ديال البرلمان، ونطرح معك نفس السؤال. الدوله طلقت واحد البرنامج طموح جدا للتغطيه الصحيه ديال الطلبه، سجلنا الان حوالي 50,000 طالب اللي استفدوا فعليا 28,000 طالب، ولكن تنتسالوا اشنا هي الاسباب الحقيقيه اللي جعلت الطلبه ما يتسجلوش في نظام التغطيه الصحيه. هذا تساؤل انا تنطرحه معك وتنطرحه ايضا على الطلبه انفسهم. اللي يمكن لي نقول لك هو انه اولا غادي نعملوا واحد العمليه ديال التشخيص، نحدوا بالضبط، نديروا استطلاع راي في صفوف الطلبه اشنا هي الاسباب اللي تجعلهم ما ينخرطوش في نظام التغطيه الصحيه، واش صعوبات اداريه، واش صعوبات تقنيه الى اخره، باش نعرفوا شنو هي الاسباب بالضبط. ثم من ناحيه ثانيه طلبنا من الساده رؤساء الجامعات انه اثناء العمليه ديال التسجيل يحسوا الطلبه انه عندهم الحق في التغطيه الصحيه. كانت دارت واحد العمليه ديال الربط ما بين التسجيل واجباريه احضار الوثيقه ديال التغطيه الصحيه، هذه العمليه ما غتعطيش نتائج على اعتبار انه عرقلت التسجيل في واحد المجموعه من الجامعات، في الوقت اللي بغينا نسهلوا الماموريه ديال التغطيه الصحيه. توتفاسو حنا مشتغلين الان على تحديد الاسباب، وغادي نوعيو وكنوعي من خلال هذه القبه ديال البرلمان جميع الطلبه والطالبات ان عندهم الحق في تغطيه صحيه اجباريه مجانيه. شكرا سيد الوزير.